هذا النظام نظام الرئيس الخالد حافظ الاسد ونظام الرئيس الى الابد الله يخليك خليني كمل ما تنسالي الى الابد كنتوا انتوا تدبوا قدام مراكز المخابرات السوريه تيار المستقبل وانت كنت يوم معه خليني كمل شو 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 لا 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 ولا ربك ما بيقول لك لا ما بيقول ما كان ما هو يا استاذ علي فشرت 11 مليون مواطن سوري فشرت طيب خلينا ناخذ فاصل اعلاني ثم نتابع فاصل اعلاني يا عيب الشوم عليك فصل بتفنني فشرت ما بتفنني ما بتفوت بالشخصي ابدا لا شو هي شخصي ولا اكبر منك